شو مازال الفساد عندنا في ولاد الطيب، كاينين اللي مقدمين دابا للترشيح ومازالين عزيره وشاركوا معنا في التروسبور. عندنا غيره على ولادنا، راه هادشي راه ما يكونش، هادشي راه حنا ما كنقبلوش، هادشي راه حرام على هادشي. انا عندي ولادي يركب معاهم واحد عزري في التروسبور، حنا اسر محافظه، حنا ما نسكتوش على هادشي، هادشي راه ذبح للديمقراطيه. انا جيت باش نترشح باش نكون انا رئيس ديال هاد الجمعيه. هاد الناس بطرقهم الخاصه حاولوا ما امكن يقصوا جميع الناس اللي ما بغاوش، منهم انا، والان الرئيس ديال الجمعيه كيتهمني بالتحريض، وانا جاي نمارس حق من حقوقي اللي كيكفلها لي الدستور، انني نترشح كرئيس جمعيه. هذه جمعيه مجتمع مدني، انا بغيت نترشح كرئيس، ومنعني قال لك خص تكون عندك الاستدعاء. انا اول مره في التاريخ ديال العمل الجمعوي كنمارس العمل الجمعوي اكثر من 20 سنه، هذه ما عمري شفت ان الجمع العام وان واحد غيترشح لرئيس جمعيه كيخصو تكون عنده استدعاء باش يجي يدخل. وهنايا في ولاد الطيب اللي كيهضر على ولده واللي كيهضر على شي حاجه كيتقمع بواحد الطريقه بوحديتها، لدرجه ان الناس ما بقاوش كيقدروا يهضروا. حنا خصنا من حقنا اننا ندخلوا، من حقنا اننا نصوتوا، من حقنا اننا نديروا بزاف ديال الحوايج، ومن حقنا نشوفوا حتى شنو كيوقع. ما يمكنش دار جمعيه دار بزاف ديال الحوايج وحنا ما نكونوش حاضرين وما شايفينش. كيقول لك لا حق ما حق رئيس الجمعيه، بالعكس رئيس الجمعيه خصو يكون من اولياء الامور. هذا الشيء اللي كنعرف، لا من جمعية الآباء ولا من جمعية أي حاجة، كيكون من أولياء الأمور، ما كيكونش شي واحد ما عندوش علاقة كاع ولده ما كيقراش هنايا. عمران الصالح، عضو في دار الطالبة. بالنسبة أنا كنمثل النائب أمين المال، أنا براسي ما عاطيناش هنايا السيد على دار الطالبة، حتى النصاب القانوني ديال المكتب ما كايناش، وهذا هو الإشكال صديقي. بالنسبة لنا حنايا جينا لهنايا باش نشوفوا هذا اللي المرة الثانية دابا كيوقع هذا المشكل هذا، يعني حتى اللجنة التحضيرية ما كايناش. اللجنة التحضيرية اللي غادي دير الجمع العام ديال دار الطالبة ديال اللي كيسير أسطول ديال النقل في الجامعة القروية ديال ولاد الطيب كيعاني واحد مجموعة ديال الإشكالات. أول حاجة هو الثمن على 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 السكينة 100 درهم. حنا كنقولوا لهم كنطالبوهم باش نديروا واحد اللجنه ونشوفوا كيفاش الدخول المدرسين نقصوا شويه في الثمن. هاد الناس هما تيمنعونا وما سدوا علينا الباب، موظفين، والسيده اللي تتغوط راه موظفه كتكون في النقل حتى هي كدور معاهم، هي دايره البلطاجه، هي اللي دايره البلطاجه انت، هي السيكوريتي. فاعل جمعوي في المنطقه ديال ولاد الطيب، هاد الشيء كنسكروه بشده لانهم منعوا اباء التلاميذ اللي كيستافدوا من النقل المدرسي. قال لك اللي ما عندوش استدعاء ما يدخلش، ما تدخلش كمصوت وما تدخلش كمرشح. اول مره في التاريخ ديال العمل الجمعوي كنشوف انا الجمعيه كتجي تدخل ليها بالروسي باش ترشح. ثاني حاجه انا كنقول هذا الروسي بناء على ماذا؟ بناء على اش من قانون دايرين هذا الروسي؟ هما دابا الان كيستفزونا من اجل باش يهمشونا، وحنا هذه المنطقه هذه حربنا فيها الفساد منذ سنه ونصف، ولكن لا زال الفساد متجدر في المؤسسات، حتى المؤسسات الاجتماعيه وصل هذا الفساد. نسال الله السلامه والعافيه. انا بالنسبه لي جاي لهنا نمارس حق من حقوقي اللي كيكفلها لي الدستور، وانا فاعل جمعوي وهذه 20 عام، وانا حتى الا قلت شي كلام كنتحمل مسؤوليته. انا بالنسبه لي جاي لهنا مرشح باش نترشح للرئاسه، ماشي من حق حتى واحد يمنعني. وحنا الان من هذا المنبر كنوجهوا نداء لكاع الناس اللي عندهم غيره على العمل الجمعوي، انه دابا الان ابتداء من هذا النهار ان العمل الجمعوي في ولاد الطيب تسيس. وحنا راه كتبنا البارح واحد البيان استنكاري، بيان كتبته مجموعه من الجمعيات، هو غادي نعطيه لك، كتبات مجموعه من الجمعيات هذا البيان غادي نعطيه لك ونقرا عليك الله يسر امرك باش نمشيو بحالنا. حنا ما بغينا فوضى، ما جايين نديروا فوضى، ما جايين نقلبوا على مشاكل، حنا جايين وجايبين معنا عون قضائي باش نسجلوا المنع ديالنا من الدخول. بالنسبه لدار الطالبه حنا اول حاجه جايين نهضروا على لي ترونسبور، يعني من حقنا لاننا منتميه لدار الطالبه، من حقنا اننا نهضروا على ولادنا ونهضروا على بزاف د الحوايج. يعني الناس خصهم يصوتوا، الناس خص اي حاجه تصور ديال الترشيح الكبير كاع ديال السياسيه الكبار، راه الناس اللي كيصوتوا، فما بالك التصويت ديال دار الطالبه شي حاجه اللي هي صغيره. ما عرفتش، حنا ما عارفينش. كيقول لك حتى جينا لهنايا وكيقول لك لا خصكم استدعاء باش تدخلوا. استدعاء حنا ما جاتناش استدعاء، حنا ما عارفينش. واصلا هاد اللقاء اللي دار في سريه،
حنا توصلنا خبر من جهه واحده اخرى، حنا ما عارفينش. حتى كيقول لك راه قرار، حتى جاو عندنا هاد الصباح الناس كيقول لك راه دار الطالبه دايرين فيها اجتماع، دايرين فيها بانهم لا كاينش اخبارنا. حتى جاو عندنا هاد الصباح، حتى شافوا الناس هنايا وجاو عندنا هاد الصباح قالوا لنا بان راه كاين اجتماع باش غادي يديروا الرئيس ويديروا. حتى حنا خصنا نشوفوا شكون كيرأسها، خصنا نشوفوا شكون الموظفين اللي فيها، خصنا نعرفوا شنو كاين. حقنا حتى حنا لي ترونسبور، ترونسبورات في الاول كانوا داروا فابور، دابا رجعوا كيخلصوا فيهم 100 درهم 150 درهم. دابا الناس شنو كيطالبوا؟ كيطالبوا على الترونسبورات انهم ينقصوا لهم غير الثمن شويه. الاسم الكامل محمد طلعاوي، صفه الكاتب العام ديال دار الطالبه ولا الطيب. للاسف ما يقع داخل هذه الجماعه يندى له الجبين من خلال ممارسات الاخلاقيه والاحتكار ديال المؤسسات. كيف يعقل الكاتب العام ونائب امين المال اللي كيملكوا الصفه القانونيه باش يدخلوا داخل المكتب اليوم تيتمنى انهم يحضروا، ومن طرف من طرف مجموعه الاشخاص لا يملكون الصفه داخل المؤسسه فقط لانهم شيافر او اعوان داخل المؤسسه. اليوم كان كيتكرس المشهد ديال اقصاء الشباب ولا الطيب اللي مفترض خاصهم يكونوا في الواجهه، وكيكرس كذلك التوجهات الساميه ديال سيدنا الله ينصرو اللي تيدعو ان الشباب دائما يكون في الرياضه وتعطى ليه الفرصه. اليوم باعتبارنا ركبنا مجموعه ديال التجربه في العمل الجمعوي واللي من خلالها حاولنا ما امكن اننا ندخلوا ونشتغلوا داخل هذه المؤسسه، كيتم المنع ديالنا، كيتم ممارسات في حقنا لا اخلاقيه، كيتم كذلك اشراك ما هو سياسي بما هو جمعوي داخل المؤسسه من خلال فرض واحد المجموعه الاشخاص اللي لا علاقه لهم لا بالتدبير داخل المؤسسه. وحنا تنستنكروا وتنتمناوا على ان هذا الشيء ما يبقاش فعلا، لان هذا الشيء يندى له الجبين وتكرس مبدا عدم التشاور، عدم التدبير المشترك في تدبير المؤسسه. اليوم بطبيعه الحال كانت المصلحه العليا ديال هاد الطالبات تقتضي على انه نخدموا المصلحه، لابد من جعل المؤسسه فضاء استقطاب للكفاءات اللي ممكن تزيد بالفتاه القرويه القدام. فسؤال وجيه، لماذا تم منع مجموعه من الاعضاء مجموعه من الفعاليات الجمعويه وادخال مجموعه من الاشخاص لا يملكون لا صفه جمعويه ولا هم اباء البنات باش يدخلوا داخل المؤسسه؟ واش مدخلينهم فقط باش يقولوا الله يسخر؟ اذا حنا لا، اذا هذا عمل جبان، عمل تستنكروه، عمل لا يمثل القيم اللي تربينا عليها داخل المنطقه ولا الطيب، اللي كتكرس مبدا الاحترام ومبدا العمل الجمعوي ومبدا الاستحضار ديال العائلات. وكنتمناو على ان هذا الشيء هذا ما يبقاش داخل هذه المنطقه هذه، لانه فعلا يعطي صوره مقيته على 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 ولا الطيب. وحنا كنقول على ان ولا الطيب اليوم كتعرف تطور عمراني كبير، تطور سكينه كبيره، تتعرف واحد المجموعه الحويجات. ما هادشي لا يشرف منطقه ولا الطيب.